دي انت يا بيتبول بولي، بس مستواها ايه؟ بس خلاص مستواها ضعيف شوية. هي لسه ايه عندها لبن، بس مش جاي معاها تتغابى على طعم. بس ايه خوفه طبعا عايز يفرتكها، وطعمه بترضع منها. النتائج دي للبيع ب 1200 جنيه. هي بتزوم عليها اه، بس بتسيبها ترضع، فهي كويسة حنينة. هي بس قفشة على خوفه. خلاص 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 هتسك، خلاص هتسك. بس ايه تعمل مصممة ترضع منها. خلاص يا خوفو، خلاص يا صاحبي، اهدى خلاص. تبعنا تبعنا تبعنا، يلا اهدي اهدي. تم نقل البيع ب 1200. هديك رقم صاحب اقول له صبر. رقمك كام؟ 012 63 012 2. لا من الاول 012 2 63 61 61 38 38 972 972. انت ايه جربوها ماتت من الساعه اول ما خلفت، عشان صاحبها ما كانش عامل حسابه على المكان، فصدرها لسه فيه لبن. عايزة بس ايه تتحنن شوية كده عشان ترضع جراوي. لو عندك جراوي عايز ترضعها لسه يعني شغال، بس عايزة تتحنن كده وتاخد ثقة عشان تبتدي ايه تحط تحتها ايه جراوي. طعمه اهي خوفه بس عامل توتر في الجو بالنسبة لها، انما بص طعمه اهي ممكن ترضع منها عادي. هي بس تعال تعال تعال، بص ممكن تقعدها، امسك كده صبر استنى. خوفه بيروق شوية، مش حبة كده. عشان بقى لنا ما نطلعوش الصبح، جسمه محتاج شوية شمس عشان عضمنا ما يلينش. فهو بيلعب في الجنينة اللي على قناة السويس ناحية العربيات. ايه مبسوط؟ يلا عايز يستكشف العالم. بيلعب بقى براحته، خمسة كده ونحركه. يلعب يلعب عشان تفرغ الطاقة. بص جنينة بسيطة، ممكن مثلا لو انت عايز تبيع كلب ولا حاجة تاخده اي حتة خضرة زي دي كده وتصور الكلب. بص الكلب مع الشمس بقى والخضرة منظر تحفة. وانت بتبيع كلب لو صورته كده هتلاقيه بيسمع معاك سعر، او اطلب السعر اللي انت عايزه. وما فيهاش حاجة يعني لو استلفت كاميرا او مثلا تليفون واحد صاحبك يكون عالي شويه الكاميرا بتاعته، بحيث لما تيجي تبيع تطلب السعر اللي انت عايزه. انا بقول لك دي نصيحه ليك انت، انما انا مش ببيع خوفه عشان ما حدش يقول لي انت بتقول كده عشان بتبيع خوفه. لا انا بقول لك بس الفكره يعني. انا قلتها قبل كده مع نيس وسيه وعملت عليها تجربه لو تفتكروا الناس اللي متابعين. خوفه ما تبعدش، تعالى هنا خوفه، تعالى صح. فقلت اكرر عليكم الكلام، يمكن مثلا ايه حد ما
ما شافش الفيديو القديم بتاع نيس وسيا لما كنت عامل عليهم تجربة العرض للبيع، بس اختفى. خوفو خد هنا تعالى. جاي المعلم ايه، هو حابب يستكشف وانا عايزه يعمل ده براحته، بس ايه يعني في نفس الوقت خايف، بس كلب غريب يبقى معدي، حد يبقى معدي هو يجري عليه وهو عبيط يروح يجري شمشم في الناس. ما هو بيلعب في النجيلة، بيعض النجيلة، خليه ياخد راحته. كنت بقى ايه اتمشى معاه على النجيلة. حلو نمشي على النجيلة على فكرة للمفاصل، يعني بالنسبة لك كبني ادم يعني ناهيك عن الكلاب، ان انت تتمشى على النجيلة ده افضل من ان انت تمشي او تجري على الاسفلت، ويفضل كوتش واسع سيكا عن مقاسك، شوية حاجات كده ايه. عشان الناس اللي حابة تمشي او تجري، وده ممتع جدا مع كلبك على فكرة، يعني ممكن كلبك يشجعك على النقطة دي. انت ممكن ما تنزلش ليك، لكن لازم تنزل تمشي كلبك، وده هتلاقيه لازم لو انت بتحب كلبك زيادة عن اللزوم وبتخاف على صحته. سيب اللي في بقك، يلا هيبقى بالنسبة لك لازم تمشيه لما انت بتخاف عليه وبتحبه، فممكن تتغاضى عن ان انت تمشي لنفسك، انما هتمشي له يعني. وغصب عنك هتلاقي نفسك بتغير جو ومبسوط من غير ما تاخد بالك. تفريغ الطاقة ده مطلوب يوميا يعني عشان ما تتخنقش. بابلو الاسد بتاعنا بابلو، الصخوف جنبه نمله. ولا بابلو انا بعود خوفه على كل كلاب المنطقه عشان ايه يلعبوا مع بعض كلهم. لا انت فهمت الموضوع غلط يا بابا، هو بيحبك اه بس متغزى كصديق، بس عايزين نلعب بابلو للجواز. حاجه بالصلاه على النبي. انتجوا كويس بابلو، بينتج حاجات حلوة. خوفه مش للجواز. يلا بينا. سوسكا بتردع غيرة بقى، هنا غيرة وهنا ايه، خلاص ابتدت تحن لها. اه حنينة اهي. لا وهي تعمى مش طيبة. تعمى اه بتزوم عليها، اللي هو ايه هتردعيني ولا اضربك. بلطجية. ايه ده خوف، ايه ده خوف، ايه ده، انت مالكش دعوه، ما تخشش وسط الحريم، عيب احنا رجاله، اقعد.
سقف لها بس هي مش عارفة الطول المكان اللي ترضع منه. عايزة ايه شوية تعود كده خلاص هترضع منها وعادي، مش غبية. هي اللي بتقفلها بس. هي اللي بتقفلها بس خوفه عامل توتر. بصوا يا جماعة، وانا يعني بتفحص التويلت بتاع طعمة لقيت فيه ديدان كده بيضة طويلة، فعلى طول رحت جريت على الصيدلية جبت لها ده. بص ده اسمه بانداكس، بانداكس تمام، عشان ممكن يبقى الصورة معكوسة عندك في الكاميرا. اسمه بانداكس، ده انجليش وده عربي تمام. وده شكل العلبة، العلبة دي بعشرة ونص تمام، حدي منها 2 سنتي الصبح واتنين سنتي بالليل، او لو هدي مرة واحدة هدي 5 سنتي بس تمام. ف علشان الموضوع ده، موضوع الديدان ده يروح، وبرضه هدي الخوفو علشان خوفو ممكن مثلا الكلاب وهي بتلعب ممكن التويلت بتاع الجرو تاني يشمه او يلحسه او كده، فوارد ان هو يتنقل له عدوى او دوده او كده. فلازم لو حاجه عندك ظهرت زي دي لازم تدي الاتنين او الكلبين او الكلاب اللي عندك كلها. برضه هو مفيد، او يعني ممكن تقول عليه وقايه. انا بحاول ايه اعودهم على بعض، فبسيبهم فترات كده تحت المراقبه، يعني ببقى مراقب. انا اللي مخليني واثق او مش مقلقني بمعنى اصح ان تعمى بتاخد حقها بايديها، وخوفه طيب، خوفه مش غبي يعني. فبسيبهم مثلا ممكن اسيبهم ربع ساعة ولا حاجة بس تحت عيني تحت المراقبة. يعني نقدر نقول ايه، الدنيا ماشية، يا رب بس يبتدوا ياخدوا على بعض بدون مشاكل. شوية كده بس لحد ما ايه يتحدد مين المسيطر ومين التابع.